فليتفضل سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، والدكتور عبد الستار الطائي المدير التنفيذي للصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، والأستاذة فوزية الخاطر مديرة هيئة التعليم، فليتفضلوا لتتويج الفائزين. Now we invite His Excellency Dr. Muhammad bin Abdul Wahid Al-Hammadi, Minister of Education and Higher Education, Ms. Fawzia Al-Khatir, the Director of the Education Institute, Dr. Abdul Sattar Al-Tai, Executive Director of Qatar National Research Fund, to the stage to honor the winners. Please welcome. مسابقة صانع هي مسابقة وطنية في مجال التصنيع والابتكار، نظمها النادي العلمي القطري بالتعاون مع شركة ابتكار للحلول الرقمية وبشراكة مع وزارة التعليم والتعليم العالي، وهي تستهدف الطلبة القطريين في الفئة العمرية من 15 إلى 16 سنة، وترمي إلى إثراء تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. SANA is a national competition in the field of industry and creativity. It's organized by Qatar Scientific Club in partnership with a company called Ibtikar for Digital Solutions and the Ministry of Education and Higher Education. It targets Qatari students aged 15 to 16 years old and aims at enriching STEM education. فازت بالمركز الثالث مدرسة الوكرة الثانوية المستقلة للبنين لطلاب فهد عبد الله محمد وخالد إسماعيل سالم الحرمي، فهد محمد راشد يوسف الخاطر، جابر عبد الرحمن عبد الله المرزوقي. أما المركز الأول فازت به مدرسة الدوحة الثانوية المستقلة للبنين لطلاب عبد الله جابر شمس، حسن أحمد النعمة، عبد العزيز يوسف، جاسم راشد. والآن يتفضل مدراء المدارس الفائزة بأخذ صورة جماعية مع الطلبة الفائزين. هنيئا لجميع الفائزين. Congratulations to all the winners.